عرفت ازاي كنت سعيد؟ لا، كلمة سعيد مش كفاية. السعادة عمرها ما تتوصف بالكلام. عشت أحلى أيام عمري. لكن ليه الأيام الحلوة ما بتدومش؟ ليه التعاسة بتواجهنا؟ ليه؟ عرفت التعاسة؟ مفيش مخلوق في العالم عارف التعاسة زي ما عرفتها. ليه بتدي للأشياء حجم أكبر من حجمها الحقيقي؟ الدرية سابتني. 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 سابتني لوحدي. ليه ربنا خدها مني؟ ليه؟ سكين مدري حطمني. حطمني. حطمت نفسك بنفسك. حطمت نفسي بنفسي. مسكين مسكين. انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ خسارة. قد ايه الانسان يحب يتعذب ويخلق من نفسه شهيد او ضحية. انا مش فاهمك. هي دي مشكلتك، ضحية اللي عمرها ما حبت غير الجلاد. انت عايزة تقولي ايه؟ عايزة اقولك فوق، اخرج من اللي انت فيه، واجه الحقيقة ولو مرة واحدة في حياتك. اي حقيقة؟ كذابة. كذابة. درية أشرف منك. أشرف منك. استنى عندك. استنى عندك. استنى عندك. استنى عندك. أنا كشفتك على حقيقتك. أنت حاقدة عليها، بتغيري منها. حد يغير من إنسان ميت؟
يحقد على انسان ميت. امال ليه قلت كده؟ مش الاحسن تعرف الحقيقه. الحقيقه الكدامه اللي اخترعتيها. كنت خايفه عليك، اشفقت على حياتك اللي ما عشتهاش، كنت بحبك. عمري ما حسدت حد ولا حقدت على حد، منيت لك السعادة مع أي حب حقيقي تقابله. ما كانش ليا أي غرض، وكنت عارفة أني مش هقدر أوصل لك. كل اللي تمنيته أنها تحبك وتدي لك نفس الحب اللي اديته لها، حب شريف طاهر من غير أي دنس أو غدر. لسه بتقولي غدر؟ برضه عنيد. فاكر الرحلة؟ أي رحلة؟ رحلة أبو قير. عمري ما هنساها، برضو كانت أحلى أيام عمرك. أنت قصدك إيه؟
سفلة سفلة. عاجبك كده؟ ما كنتش قادر تستنى لما نوصل على البر؟ أنا؟ ولا يهمك. إيه ده؟ عود؟ الله. إيه اللي حصل؟ قومت. ليه انا ما فهمتش كده في ساعتها؟ وليه انت ما قلتليش لو كنت بتحبيني زي ما بتقولي؟ كنت خايفه عليك، ومع ذلك حاولت اكلمك ما قدرتش. كان لازم تقوليلي. ما كنتش هتصدقني ولا كنت هتسمعني. كان ممكن تعمل اي حاجه ضد اللي يقف قدامك او يواجهك، لكن دلوقتي لما لقيتك بتتعذب علشانها ما قدرتش وجيتلك. بس كان لازم اعرف، كان لازم اعرف، كان لازم اعرف اكتر من اللي عمله صلاح علشانك. مش معقول والله. دريه قومي معايا. في حاجة؟ عاوزك في كلمة. دريه طبعا اذنكم يا جماعة. ايه الحكاية؟ حصل ايه؟ الله ما تتكلم يا صلاح، في ايه؟ كل ده ولسه بتسألي؟ مش عارفة؟ أنا مش فاهمة حاجة، ما تفهمني ايه اللي حصل؟ اقدر اعرف انت بتعملي ايه هنا مع شويه العيال دول؟ وايه اللي يهمك في كده؟ اقدر اعرف اصحابي. اصحابك؟ عارفه لو ادهم عرف. مالكش دعوه بادهم. طب انا هفهمه على كل حاجه. ما تقدرش. ما اقدرش. ايوه ما تقدرش. ادهم بيحبني وانت بتغير منه، بتغير من حبنا. انا اغير من ادهم؟ كلكم بتغيروا مننا وانت اولهم. اسمعي بقى، الحركات دي ما تدخلش عليا، فاهمه؟ لازم تفهمي كويس ان انا مش عايز اصدمه في حقيقتك. انا ما اسمحلكش تكلمني بالطريقه دي، انت فاهم؟ ما اسمحلكش. افتكرت ليه قالك بلاش تتسرع، ليه سالك هتلاقي معاها السعاده ولا لا. وانا اللي كنت خايف عليها، يوم الحادث ما عرفش ليه قلبي كان حاسس ان في حاجة هتحصل. قلت لها ما تروحيش لوحدك، ما تسوقيش العربية. صممت وخرجت وماتت، موتها أثر فيا. كان أفظع مفاجأة واجهتها في حياتي. ما كنتش بنام بعد اللي حصل، كنت بتعذب.
حسيت ان السبب في موتها واني قتلتها. ايوه قتلتها. لو كنت رحت معاها يمكن ما كانتش ماتت. لو كانت حاسه انك هتروح معاها ما كانتش هتخرج. بالعكس انا اللي ما كنتش فاضي. كانت عارفه انك مش فاضي، كانت متاكده انها هتخرج لوحدها. تخرج من غيري؟ ايوه كان معاها ميري صاحبتها. انت متاكد ان ميري كانت معاها؟ متاكد. انت عايزك ما تحكمش على شيء مش متاكد منه. انت ايه اللي تعرفيه بالظبط؟ مش كفايه اللي عرفته؟ لازم اعرف كل شيء حتى لو كان فوق احتمالك. لازم اعرف كل شيء. كانت رايحه فين؟ رايحه لمين؟ عليك دورية ماتت. خاينة خاينة. حرام. خاينة. لا خاينة. أدهم خاينة. أدهم خاينة. عايزني اندم عشان قلت لك الحقيقه؟ انا ما جيتلكش الا علشان اعزيك واخفف عنك لما عرفت حاله الضياع اللي انت وصلت لها. عشان كده رؤوف كان حزين، قال لي سامحني يا ادم، وانا زي الحمار ما فهمتش. ليه ما فهمتش؟ ليه؟ دريه ماتت يا ادم، انت عايش، لازم تهتم بنفسك حياتك. تهمك قوي حياتي. لو ما كانتش تهمني ما كنتش جيت لك.
ومش هتقدر تفهم انا عملت ايه عشان اقدر اجيلك. يا ريتك ما جيتي، يا ريتك ما قلتيلي على حاجه، يا ريتك سبتيني على عماية. والحقيقه ما ماتت اعمل بيها ايه الحقيقه بعد ما ماتت؟ الحقيقه عمرها ما تموت، يمكن يتاخر ظهورها لكن عمرها ما تموت. كفايه كفايه. ادهم عايزه ايه تاني؟ مش كفايه؟ مش قلت كل حاجه؟ مش دي الحقيقه اللي عايزاني اعرفها؟ اديني عرفتها عرفتها. سيبيني لوحدي بقى، سيبيني لوحدي. انا فعلا هسيبك. بس قبل ما امشي لازم تعرف الموت مش هو الحل. طعم الحقيقة مر بس لازم نواجهه، لازم نواجهه. سميرة استني يا سميرة. سميرة اعذريني غصب عني، انت غريبة قوي، علمتيني حاجات لو عشت عمري 10 مرات ما كنتش هتعلمها ولا هعرفها. كفاية تعيش مرة واحدة وانت تعرف، مرة واحدة لكن تعيشها صح. استني ارجوك سميرة، انا محتاج لك. ما عادش في شيء هقدر اديهولك. بس انا مش عاوزك تمشي. مش بايدي، أنا محتاج لك يا سميرة. ما بقاش في حد غيرك يحس بيا ويساعدني. أرجوكي ما تتخليش عني. يا ريت كان بإيدي. طب أرجوكي اديني فرصة. أنا مش عارف أروح فين. ما بقاش في مكان أروحه. ولا ليا حد مستنيني. الوقت متأخر. أنا مش هعطلك. الوقت اتأخر. بس أنا لازم أتكلم معاكي. أنت لحد دلوقتي ما كلمتنيش عن نفسك. نفسي. كنت فين يا سميرة؟ رحت فين؟ سافرتي؟ اتجوزتي؟ أنا ما شفتكيش من ساعة ما اتخرجنا، مع إني شفت كتير من اللي كانوا معانا، وشفت ألفة كانت لابسة أسود. كنت فين يا سميرة؟ كنت هناك. فين؟ هناك. أرجوكي أنا مش فاهم ليه مش عاوزة تتكلمي. الوقت اتأخر. أرجوكي اتكلمي. لو تعرف اللي قسيته عشانك ما كنتش تلومني عشان خايفة على حياتك. أنا تعذبت كتير، عذبت كتير عشان حب عشته من غير امل. غلط يا سميرة، غلط غلط انك تسيب الفرصة دي. نادر مهندس محترم ومركزه كويس، مش معقول تفضلي معلقاها على طول. مش ذنبي يا ألفة، مش ذنبي. انت بتستسلمي الامل مستحيل. نادر بيحبك، عاوز يتجوزك. انا مش عايزة اتجوز. اللي بتفكري فيه غلط. البنت مننا لما تحب لازم تسأل نفسها بيحبها ولا لا. اللي بيحب يا سميرة بيتمنى الجواز، وانت ما تقدريش تتمني الامل ده. عارفة. وعارفة انه خطب دريه؟ عارفه. وعارفه انه هيتجوزها؟
يبقى لازم تفوقي من الوهم اللي انت فيه. قبل ما نحلم لازم نعيش الظروف علشان ما نحلمش بالمستحيل. كويس كده؟ قلت لك 100 مره لازم نصلح الطقم اللي جوه وبرضه طنشتي. هو انا يعني كنت عارفه انه مستعجل كده يا عبد الله؟ يا وليه، هو انا مفيش كلمه قولها لك كنت تسمعيها ابدا؟ تبطي حسك، الراجل جوه. طب هو الراجل جه قبل ما نصلح الطقم، ازاي الحال بقى؟ كلها يومين وهنقبض الجمعيه وابقى اصلحه زي ما انت عايز. المهم دلوقتي خش للراجل ما تسيبوش كده لوحده. جيبوا له كاسوسه ولا حاجه يشربها. امال انا بعمل ايه دلوقتي؟ خش انت بس، خش. وازاي الحال دلوقتي؟ سميرة بنت طيبة، مش معقول ما تقفش جنبنا وتسمع كلامنا. ده عريس محترم، ده اداني سجارة مستوردة خلاني كحيف. تضحكي؟ والله ما انتوا حاسين بحاجة. المهم لبستيها ولا لسه؟ يا راجل روح، روح بقى. عادل، عادل، تعالى هنا. أيوة يا بابا. خليك تحت جنب العربية. عربية كبيرة. قر بقى، قر. سميرة. الله، مش هتلبسي يا بنتي عشان تخش تقابل عريسك؟ يلا حبيبتي، يلا عروسة، يلا يلا عشان خاطر ماما. لا مؤاخذة يا ابني، البيت بتاعنا مش ولا بد، انت عارف الخروات اللي طلعونا فيها اليومين دول. يا عمي انا ما يهمنيش البيت، انا جاي لكم انتم، وعارف كويس انا جاي لمين. ربنا يخليك يا ابني، والله ما احنا عايزين غير الستر. تعرف يا ابني، صدقني على ايامنا كانت الشقه من دول تفضل فاضيه بالسنه ولا حد يهوب ناحيتها. ابونا كان يدلل عليها علشان يسكنها. اي والله. حر حر، افتح لك باب البرندة اجيب لك شويه هواء. ايه ده، انت لسه بتتمشي؟ اوف اوف يا وليه يا وليه، حفطس من الحر. امال فين سميره؟ نفسها غم عليها شوية. هي نفسها ما تغمش عليها لما تيجي سيرة الجواز؟ حد يتغمم الفرحة يا ناس؟ بس وطي حسك، اوعى. ما انتوا اللي بتخلوني اعلي حسي. الله، انتوا عاوزين تنقطوني. تحت امرك يا بابا. ربنا يسعدك يا بنتي. سميرة بعد ما اخش انا تيجي ورايا على طول. حاضر يا بابا. Thank you.
مبروك يا سميرة، مبروك يا حبيبتي. مكسوفة مني؟ سميرة، سميرة،
اتفضلوا. يزيد فضلك يا ابني. اتفضل يا عم. ما شاء الله ما شاء. معلش يا ابني، احنا جمالكم في وقت غير مناسب، بس قلنا يمكن تعوزوا حاجه. اهلا بيكم يا عمي. اصل يا سيدي خالتك ام سميره صممت تعمل لكم الحمام المعتبر، قلت والله فكره. اسالني انا يا ابني عن اكل الحمام ده، الحمام ده. اما اروح انا اشوف سميره. ايوه يا اختي روحي اوصيها روحي، بس ان شاء الله هتقولي لها معلومات غلط. سرحانة في ايه؟ عارفة يا سميرة، أنا قلبي حاسس إن وشك هيكون حلو عليا. المشروع اللي اتمنيته طول عمري وفولي عليه، وهبتدي التنفيذ بعد شهر العسل على طول. ولو إني متأكد إن أيامنا كلها هتبقى شهور عسل. سميرة، مالك؟ قمتي من على الأكل ليه؟ تعبانة شوية. أطلب لك دكتور؟ لا أبدا أنا كويسة، شوية صداع ودلوقتي هيروحوا. تحبي تستريحي شوية؟ يبقى أحسن. سميرة، مش هتغيري هدومك؟ بعدين. اسالك ليه بتعامليني بالشكل ده؟ لو مش سعيده معايا صرحيني، قوليلي. المهم تتكلمي، تكوني شجاعه وتتكلمي. ما تتكلميش ليه؟ ليه بتحطيني في موقف المذنب اللي مش عارف ايه الذنب اللي ارتكبه؟ في حد تاني في حياتي؟ اتكلمي، في حد تاني؟ اتكلمي. ايوه. مين هو؟ مش المهم مين هو، المهم اني ما اكونش خاينه. خاينه؟ هي حصلت الخيانة؟ مفيش مخلوق في العالم لمسني. ترضى عيش معاك وقلبي ملك الإنسان تاني؟ مين هو؟ لما يخرج من قلبي هقولك هو مين. للدرجة دي مخلصة لك أكتر مني؟ للدرجة دي بتحبيه؟ لو ما كنتش مخلصة لك ما كنتش قلت لك، كنت خبيت عليك. احساسي بالذنب خلاني قلتلك، احساسي اني بخونك لمجرد اني بفكر في حد تاني. طب وانا؟ انا ذنبي ايه؟ ليه ما قلتليش من الاول؟ سامحني. بعد ايه؟ بعد ايه؟ وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنتصرف ازاي؟ هنقول ايه للناس؟ حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. Yeah.
طمنوني خير. انا شايف ان ما عندهاش اي امراض عضويه، لكن افضل ان احنا ننقلها المستشفى نعمل لها تحليلات واشعات عشان نقدر نعرف بالظبط عندها ايه. كل ده بسببي. كان تعبت يا سميرة، تعبت. لو كنت قابلتك من زمان، لو كنت قابلتك من زمان ما كنتش ايه؟ ما كنتش ايه؟ ما كنتش جيت لك دلوقتي. طب ما جيتيش ليه؟ كنت معاك في كل لحظة، كنت معاك بروحي. كان لازم أعرف. ليه ما بنفوقش إلا بعد ما ينتهي كل شيء؟ لو كنت أعرف. حتى إن عرفت ما كنتش هتغلط، حتى إن عشت من جديد كنت هتتغير. تعرف يا سميرة، متهيألي إننا ممكن نبتدي من جديد. نبتدي من النهاية. النهاية حصلت خلاص. أنا فقدت كل شيء، وإنتي متهيألي إنك ممكن تحتاجيلي. متهيألي إن أقدر أعوضك عن كل اللي فقدتيه. حتى الحياة فاكر إنك تقدر تعوضها. أكيد بردانة. خدي الجاكيت. مش محتاجة لها. معلش تدفيكي. ده احنا داخلين على الفجر. مش بقولك وصلنا للنهاية. اصلنا مشينا كتير قوي، مش كده؟ ولسه الطريق طويل. هتمشي فيه لوحدك. لوحدي؟ ليه بتقولي لوحدك؟ انت هتكوني معايا. بعد ايه؟ رسالتي انتهت خلاص. سميرة، احنا ما كملناش الكلام. على فكرة احنا لازم نلحق نروح لصلاح، ضروري نعرفه، ده هيفرح قوي. لما تروح له انت قول له، ولو اني بنصحك بلاش، ما حدش هيصدقك. ليه؟ ساعات ما حدش يصدق الحقيقه. مش بتقول انه يعرف؟ بس ما يعرفش حقيقتي. سمير، بنيش يا سمير. ما اقدرش، لازم امشي. انت ساكنة هنا؟ ايوه. هتتأخري جوه؟ طب هشوفك ازاي وامتى؟ ما اعرفش. قولي لهم وتعالي، هستناكي. ما اقدرش اوعدك. انا خلاص ما بقاليش حد غيرك يا سميرة. انا حبيتك يا سميرة. بحبك.
عمري احلم بالكلمة دي، كان نفسي اسمعها. بحبك. دلوقتي ما بقتش عايزة حاجة. لازم نتجوز، احنا ممكن نتغلب على الزمن، نواجهه نهزمه، بس تكوني معايا. هتلاقيني جنبك طول العمر، عمرك. بحبك. لو حسيت بالضعف افتكر اللي احتملته. بحبك. لو حسيت انك جبار في لحظة غرور فكر شوية وافتكر ضعفك، هتلاقيني معاك. هستناكي يا سميرة، هستناكي.